وسهلا الزوينات ديالي، كي دايرين؟ لاباس، ما نطولش عليكم. بحال ديما هنا البصيله كنشلضها، نوجد معكم واحد الطواجين. هنا درت التبزيره ديالي كامله مع شويه ديال الماء وغنخليه يتشحر، من بعد غنوريكم الزويته اللي غنصب بها. ها هي، هذا المرجان ديال الزيت البلديه كنديرو. شوفوا اللون ديال الطاجين كتيبان. هنا هكا كنقلب على هذا اللوين، ونقول لكم شو واحد المذاق، كتشموا الريحه ديال الزيتونه في الطاجين ديالكم بحال كتاكلوه في العروبيه، كيجي غزال. ملي كنتشهى كندير هكا مره مره. هنا شويه فليفله، هنا هي البصله الخضريه مع مزود ديال الفلفله حاره، وغندير الزبيب، وغندير المطيشه، وغندير البزار البيض ومليحه من الفوق على ديك الخضيره. غادي نستفها في الطويجين ديالنا، ما غنمرق ما حتى شي حاجه. شوفوا حتى اللحم ما قلبته ما والو، ان ديجا هو شارب القامه ديالو في ديك المويه اللي درت في الاول، صافي ما كنبقاش نقيسو. وكنرخف عليه العافيه وكنخليه يطيب مع ديك الخضيره، هي اللي كتطلق المويه ديالها طبيعيه، وتقول نقطه ديال ما درتها والو. طاب هكاك، ها نتوما هنايا درت الخضيره من الفوق، غادي نقص عليه العافيه وغادي نخلي. شوفوا دابا كيفاش كيبان لكم اللون ديال المريقه خاطره، وداك اللون اللي كيجي طبيعي خزي مع داك اللون ديال المرجان الزيت. هنا كنوجد داك المحلى ديال البسبوسه اللي غنوجد معاكم، درت فيه كاس ديال السكر وجوج كيسان د الماء، ودرت انا جوج مرصويات الحامض لان كيعجبني بزاف. وهذا هو السر اللي غنزيد الزبيده اللي غنزيدها فوق هذا السيرو هذا. علاش ديك الزبده؟ لان كترطب لينا يعني داك اش كيقولوا لها البسبوسه ديالنا، كترطبها ملي كنسقيوها كتجي رطبه من الداخل، ما تندموش عليها، بالخصوص الا درتوها في الليل وبغيتو تاكلوها الصباح، كتصبح من داك الشرفع. هنا غنبداو على بركه الله، غادي نقول لكم المقادير اللي غندير في هذه البسبوسه الطبيعيه عاديه جدا، فيها لا بيض لا والو. هنا جوج معالق ديال الكوك، جوج كيسان ديال السميده الرقيقه، وهنا هذاك السكر البني تزوكيرو دي كانا، اي سكر عندكم، انا راه كان عندي موجود هذا درتو. صافي نص كاس ديال الزيت وكاس ونص ديال الحليب، وعندنا خماره ولافاني، خماره ديال 15 غرام وباكيه ديال لافاني. الناس ديال المغرب يحاولوا يديروا جوج خمارات على اي البسبوسه، راه كلشي كيعرف يديرها، ولكن كاين اللي كتجي ناشفه من الداخل، تيقول لك كنديرها كندير فيها البيض كندير فيها كلشي ولكن كتجيني ناشفه. حاولوا تزيدوا ديك الزبيده اللي زدت في السيرو، كتجي غزاله كتجي رطبه. صافي هنا غنبدا بالسميد ديالنا جوج كيسان، وغنخلطوا اولا غنبسبسوا بديك الزويته الزيت العاديه زيت المائده، غنبسبسها مزيان تدخل في ديك الزويته، تدخل في داك السميد ديالنا بحال ملي كنبغيو نديرو الحرشه ديالنا العاديه. بصبع يدينا نبقاو ندخلو داك الزويته مزيان، ونخليوها ترتاح على الاقل واحد 10 دقائق. علاش؟ باش تدخل لينا ديك الزويته مزيان في السميده، وهكاك باش كتجينا عاوتاني، حتى هذه سر من الاسرار ديالها، باش كتجينا رطبه كنعاونوها. صافي هنايا راه حسيت بالزيت كلها دخلات في ديك السميد، غنخليها ترتاح كيف قلت لكم 10 ديال الدقائق، ميم با 10 دقائق لا اقل ولا اكثر. من بعد غادي ندوزو للمرحله الثانيه. هنايا غادي ندير ديك جوج معالق ديال الكوك، وندير عليها الخماره ديال 15 غرام اولا جوج خمارات ديال 7 غرام. انا راه ما كنبغيهاش عاليه، كنبغيها غير رقيقه، داكشي علاش ما دايراش فيها لا بيض لا والو، عاديه جدا. وهذا السكر ديالنا نص كاس، ديروا اي سكر عندكم البنات، انا راه قلت لكم هذا راعي كان عندي يعني في الدار ودرته يعني، وانا من طبيعتي اصلا ما كنبغيش السكر، كنبغي العسل، ولكن المهم الواحد بعض المرات كيقضي باللي كاين بالموجود. هنا غادي نزيد الحليب ديالنا، كل كيدير فيها دانون، كاين كل واحد شنو كيدير، عصير الليمون، كل واحد شنو كيدير. هادي درتها عاديه، داكشي اللي عندي قضيت به، وانا كيف قلت لكم كنبغيها رقيقه، ولكن عندي اهم حاجه الرطوبيه اللي كتكون الوسط
تاكليها ماشي توحل لك. شحال مره كليتها على عند بزاف ديال الناس، شاحفه من الداخل ناشفه، والله العظيم لو حلت ليا شحال مره، وحلت ليا عند شحال من هذا كليتها عندهم وحلت ليا صراحه والله العظيم. علاش؟ لان كيديروا فيها كل شيء ولكن كتجي ناشفه، ما عرفتش علاش. هنا غادي نخليها ترتاح عاوتاني، شوفوا عيني ميزاني، كنخليها ترتاح حتى كتبان ليا العجينه ديالها خضرات على حسب السميد اللي عندكم، كل سميد وكيفاش. هنا واخا عندي ورق الزبده راك شفتو دهنتو عاوتاني بالزبده ودردرت عليه السميد، حتى ديك الزبده ملي كتكون من التحت كتعطيها واحد الرطا، يعني واحد الرطوبيه كتطلع، فهمتوا؟ كتشرب ديك العجين وهي كطيب. صافي ندخلوها للفران على 180 درجه، راه دغيا كطيب، ردوا معها البال. صافي انا هنايا الصراحه الله وجدتها العشيه، يعني باش توجد لي لا غدا للصباح، وجدتها في العشيه باش لغدا توجد لي للصباح. صبحات شاربه مزيان ورطبه، وواحد المذاق ما نقول لكمش، حتى ديك الزبيده كتزيدها واحد البنه خاصه. هنايا راكم شتوني قديتها غير بيديا، ما دوزت عليها لا بمعلقه من الفوق ولا والو، غير حاولت نقادها غير بيدي، تتسرحات طلقات. وهنا كنقطعها بالموس، هي كنرشمها كيف كيقولوا. كاينين شحال من واحد كيدير هكايا، كيرشمها وكيدير معها لويزات وتدخلوها الفران. انا غنكتفي غير هكا، غادي غير رشمها. ديك الرشمه كتعاوننا نيت ملي كنكونوا نسقيوها، كيدخل لينا ديك السقوه كتدخل لينا ما بين الرشمه والرشمه، وفي نفس الوقت كتجي ديجا مقطعه. هنايا وجدت ليا البسبوسه ديالي العاديه البسيطه، والبنه ما نقولش لكم زوينه زوينه بزاف. سقيوها البنه، تعطيوها السقوه مزيان. وكيف سبقت وقلت لكم، لا بغيتوها للعشيه وجدوها الصباح، بغيتوها للصباح وجدوها في العشيه، يلا كتصبح شاربه وزوينه. صافي وغادي ندردر عليها شويه ديال الكوك، وبسبوسه ديالنا واجده. وهكذا كان النهير ديالي، شاركت معكم الغديوه ديالي والطويجين ديالي بطريقتي. راكم عارفين الطواجين، كل طاجين والطريقه ديالو، يعني اشكال وانواع. كنحاول غير يعني نوريكم الطريقه ديالي في الكوزينه كل مره وكيفاش، باش كل شيء كيستافد. وشحال من حاجه كتكون غايبه علينا وهي بسيطه، كيف كنقول لكم دائما، هادشي اللي كاين البنات. وكنتمناكم ما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم، بلي كومنت ديالكم، كل شيء على الراس والعين، كنستقبل اي حاجه. صافي وهنايا غادي نودعكم وغادي نبوسكم، وما تخليوش الفيديو يوقف عندكم، خليو يشوفوا احبابكم وصحابكم، ويعني شاركوه مع اللي كتبغيو. والله يلاقينا عاوتاني في شي فيديو ان شاء الله بحول الله. هانتوما البنات شوفوا المريقه كيفاش كتجي ديك الزويته، ولا اروع كيف كيقولوا، غزاله 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 بديك الزويته اللي كندير، كتجي غزاله ما نقولش لكم. والخطوريه والبنه وريحه الزيتون. هنا قسمت معكم واحد الطريف، غير بغيت غير نوريكم الرطوبيه ديالها من الوسط كيفاش دايره. هنايا الله طابت، ولكن لغدا راه صبحات ما نقول لكمش معلكه، شوفوا كيفاش رطيطه برطيطه من الداخل. يلا هنا البنات كنبوسكم وكنشكركم كاملين، كلكم 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 كنشكركم على كل شيء، كل شيء كاع اللي كديروا معايا في الكومنتي، شكرا بزاف. وكنقول لكم باي باي.